السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيوات مختارة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. وصفتنا اليوم عصير رائع سريع وسهل التحضير، اقتصادي، مكونات بسيطة. كنحضروه بدون برتقال، كيجي خطير في المذاق. هذا العصير غتفاجئوا في البنة ديالو وغادي يولي معتمد عندكم وتبردوا به في هذه الحرارة. دابا اجيو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. في اول مرحله خديت هنا واحد جوج ديال حبات ديال الجزر، نقيتهم، غادي نقطعهم هكا طريفات طويرات رقاق باش يطيبوا دغيا. غنمشي ندير فيهم الماء ونغرفلكم القياس اللي غندير. شوفوا الماء اللي درت فيهم كيجي غير هكا شويه فوق منهم، وغنمشي نديرهم يتسلقوا. الجزر ديالنا هو هذا، بعد ما تسلق انا طفيت عليه البوطه. كيف كتشوفوا هو ما ماشي طيب بزاف حتى هرا، غير كيدخلوا الطياب باش ما يجيناش حرش في العصير. غنخليه على جنب حتى يبرد واحد شويه وعاد غادي نستعمله. خليت الجزر يبرد شويه وخديت هنا، انا عندي هنا الشهديه اللي عنده الخوخ يديرو، انا واجده عندي غير الشهديه. نقطعها بحال هكذا، نقطعها طريفات صغار. درت هنا جوج حبات، قطعتها بهذا الشكل. وجدت العناصر كامله اللي غنحتاج ليها. انا خديت هذا العصير، هذا ديال الخوخ والمشمش، انا هذا اللي واجد عندي. تقدروا ديروا غير ياغورت ديال الخوخ، كيعطي الخطوريه والمذاق. خديت هنا الكاس ديال العصير، غندير فيه هذه الشهديه كامله اللي عندي. غندير فيه هاد خيزو بالماء ديالو اللي سلقناه بيه. وغنخوي فيه هاد العصير. خديت هنا واحد نص لترو ديال الماء بارد، انا غنزيدو عليه وغنشوف من بعد واش غنحتاج الماء ولا غنخليه غير هكداك. غنحاول نخلط هاد العناصر كاملة. العصير هو هذا، بعد ما عصرته لا تيكستور جاتني هي هذيك. غادي ندق واحد شويه، لقيتو ناقص من السكر. خديت هنا واحد ثلاثه المعالق ديال السنيده، انا غنزيدهم فيه وغنعاود نطحن واحد شويه. العصير ديالنا هو هذا، انا خلطت غير واحد شويه باش السكر يتجانس مع باقي العناصر وطفيت عليه. غنفرغ العصير ديالنا في القرعه، شوفوا الكميه اللي غيعطيني.
العصير ديالنا هو هذا، كيجيب هذا القوام، كيجي لذيذ بزاف. انا متاكده انه غادي يعجبكم الا جربتوه. الى عجبتكم هذه الوصفه ما تنسونيش باللايك والاعجاب بالفيديو مع تعليقاتكم الزوينه اللي كتزيد تحفزني وتشجعني باش نقدم لكم مزيد من الوصفات السهله والسريعه والاقتصاديه. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله. كيف ديما سهله في التحضير، بمكونات بسيطه موجوده في كل بيت.